أخبار عديدة ومتنوعة رصدتها الصحف العالمية، وحرصنا في برنامج الحياة في مصر على رصد أبرز ما جاء فيها. والبداية مع ديلي ستار البريطانية التي نشرت تقريرا عن اكتشاف مدينة الموتى المفقودة في مصر، والتي تحوي 800 مقبرة تعود إلى 4000 عام. وذكرت الصحيفة البريطانية أن علماء المصريات يعتبرون أستاوي الواقع بالقرب من العياط في محافظة الجيزة واحدة من أكبر المقابر في العالم، ويعود تاريخها إلى فترة المملكة الوسطى بالتاريخ الفرعوني. وقالت الصحيفة إلى أن العلماء يعتقدون أنها يمكن أن تحوي في خباياها الآلاف من الجثث، مشيرة إلى أن القليل معروف عن المقابر في هذه المنطقة، حيث أن أغلب عمليات التنقيب تتم لاكتشاف مواقع دفن الملوك. وإلى لوموند الفرنسية التي قالت أن سيف الإسلام القذافي جدد تأكيد ما كان قد صرح به في 2011 من أن ليبيا مولت جزءا من الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. وقالت الجريدة الفرنسية في تقريرها إن سيف الإسلام الذي لا يزال مقر إقامته غير معروف أرسل 8 صفحات مطبوعة للقضاء الفرنسي تفيد بأن ليبيا دعمت ساركوزي في الانتخابات بمبلغ 2.5 مليون يورو. وردا على سؤال لوموند أجاب كلود جيان مدير مكتب ساركوزي أنه لم يستفد مطلقا ولم يرى ولم ينقل فلسا واحدا من المال الليبي، معتبرا أن نجل القذافي متحمس بعطش للانتقام ويحاول إلقاء اللوم على ساركوزي والمتعاونين معه باعتباره المهندس الرئيسي للتدخل العسكري في ليبيا عام 2011. وإلى صحيفة The Sun البريطانية التي نشرت تقريرا يشير إلى أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اضطر إلى زيادة الرواتب الأسبوعية للمقاولين العاملين على تطوير ملعبه الجديد لتتخطى أجور فريقهم لكرة القدم بأكمله، وذلك بعدما تأخر تسليم الملعب الذي يتكلف 850 مليون جنيه استرليني بسبب بعض الأخطاء في البناء. وذكرت الصحيفة أن فاتورة أجور العاملين بالإستاد وصلت إلى 3.8 ملايين جنيه استرليني في الأسبوع، وهي تزيد بنسبة 50% أكثر مما يدفعونه لجميع نجوم فريق الدوري الإنجليزي الممتاز بما فيهم النجم هاري كين. وعربيا نشرت صحيفة اليوم السعودية مقالا تحت عنوان الحوثيون لا يبحثون عن السلام. وحثت الصحيفة السعودية منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن على ممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين لدفعهم إلى طريق السلام، خاصة بعد رفضهم حضور مؤتمر جنيف الأخير للوصول إلى حل سلمي للصراع في اليمن، وهو ما فسرته الصحيفة برغبة ميليشيات الحوثي في إبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث إن معاركهم خاسرة أمام الجيش اليمني المدعوم بقوات التحالف العربي. أمين إبراهيم، الحياة في مصر.